Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, s'il vous plaît, identifiez les amis Tacom pour qu'ils puissent rejoindre le live. Bonjour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, toute personne de l'Harbina, t'identifier les amis Taha, parce qu'il y a un problème au niveau de mon compte principal. Du coup, Meshi Kamel Rahishofo le live. Hada. S'il vous plaît, identifier les amis Taha. Bonjour. Ou sinon, faites des commentaires pour que le live soit à l'homme Kamel, pour que nous puissions le voir. D'accord, très bien. Identifiez les amis. Merci. Merci Mohamed. Alors, merci Saïda. Merci Flora. Donc, identifiez le maximum, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai identifié même le formateur de chez Konmarana. Allez-y. Allez, s'il vous plaît, identifiez les amis, sinon faites des commentaires de chez la majorité. Parce que c'est un cours important, je ne veux pas qu'on gagne du retard ou là des gens qui vont rater. D'accord, merci beaucoup, ça augmente. Très bien. Très, très bien. OK. Mr. ايوه Omar, it's OK. احنا حوالي 30 واحد، يعني ممكن نبدأ الكورس. تمام. يلا السلام OK. عليكم ورحمه بسم الله الله. وبركاته. النهارده ان شاء الله هنتكلم على تقنيه جديده، نيو تكنولوجي. يعتبر هي اكبر اختلاف جذري حصل في صناعه الانشاءات، يعني صناعه الانشاءات خلال الفتره اللي فاتت دي كلها ما كانش في تقدم، يعني خلال ال50 سنة اللي فاتوا ما كانش فيه أي تطور أو أي جديد في صناعة الإنشاءات وصناعة البناء يعني يعتبر الحاجة الوحيدة اللي عملت طفرة في مجال الكونستراكشن هي موضوع البيم، وأدت إلى دخول تقنيات كتيرة جدا ما كانتش هتدخل من غير البيم، وده اللي إن شاء الله هنشوفه مع بعض. طيب لو احنا بدينا نبص على الصوره دي تقريبا من 4000 سنه موجوده في العراق، واحد مصمم ده المسقط الرأسي للمبنى بالشكل ده، وده موجود حاليا في فرنسا. فمن زمان هم مهتمين بموضوع التصاميم للمبنى بحيث ان يكون عندهم تخيل لشكل المبنى قبل ما يبدأ. ده معبد موجود في مصر، ده لقوا المخطط دوت قبل يعني في جوه المعبد. دي كنيسة كانت معمولة سنة 1672، عملوا موديل كامل للكنيسة قبل ما تبتدي، يعني قبل ما يبنوا المبنى عملوا الكنيسة كلها بالشكل دوت، تمام، وبدأوا يبنوا المبنى بنفس الشكل دوت.
تكنولوجيا البيم بقى وفرت لنا امكانيات كتيره جدا، زي ما شفنا مع بعض دلوقتي ان احنا ممكن نشوف المبنى هو بيتبني خطوه بخطوه، نعرف تكلفه كل جزء، نعرف التكلفه الشهريه وكل الحاجات دي. هو اضاف لنا ادوات كتيره جدا بتساعدنا على ان احنا نفهم كلنا شكل المبنى. طيب ليه تكنولوجيا البيم اتعملت؟ ليه؟ we have a lot of problem in construction industry, lot of challenge. لقينا مشاكل كتيرة جدا بعد ما الموقع خلص، كل واحد فينا هو شغال في المشروع تمام؟ بنلاقي مشاكل كتيرة ما بتظهرش غير لما المشروع يخلص. وبالذات لما يكون المشروع فريد من نوعه أو جديد أو ملوش أي مثيل خالص. يونيك بيلدينج يو ويل فاوند سام بروبلم وين يو فينش ات. We have a lot of problem like change order, a lot of change order or rework. بعد ما تخلص المبنى تلاقي المالك جه وقال لك لا ده مش هو ده اللي انا عايزه، رغم ان هو شاف المخططات الكاد بس هو مش قادر يفهم ايه اللي انت عامله. فهو عنده تعديلات كثيره بس هو مش قادر يتواصل معاك. لغه الحديث بيننا او الحديث بين المهندسين عموما بيبقى من خلال الرسم. طب اقدر اصلا انا مش عارف ارسم او انا مش قادر افهم الرسم، لا يعني الراجل مش قادر يفهم الرسم، عمال يبص على المخططات وعمال يقول ان هو موافق بس هو اصلا مش فاهم ايه اللي مرسوم. فدي مشكله وتحدي كبير بالنسبه لنا تمام. طيب في مشكله برضو كبيره جدا في الديلي اند كوست، في تاخير في الوقت والكوست، مش هي اللي احنا متفقين عليها بتبقى اكتر تمام. وفي كليم، وفي في ريسك كتير، وفي بورد كومنتس، وفي في 20 25% اوف سوليد ويست، في هدر كتير للموارد الخام في قطاع الانشاءات، في الاهدار الماتيريال واستهلاك جامد للماتيريال. ففي مشاكل كتير جدا في صناعه الانشاءات ادت ان احنا ندور على تكنولوجيا قويه تساعدنا وتوفر علينا الوقت، فجت تكنولوجيا البيم. فاحنا لقينا ان في كل شويه بنلاقي مشاكل تمام. كل اللي شغالين في المجال عارف ان في مشاكل كتيره جدا. 30% of project don't meet original program or budget. 30% من المشاريع ما بتبقاش موافقه للبادجت اللي اتحطت عليها، بتلاقي تعدت البادجت. انا اعتقد انها اكبر من كده كمان، يعني في نسبه كبيره جدا من المشاريع بنكون متفقين على نسبه معينه ونلاقي ان لا التكلفه اكتر بكتير تمام. اوكي انا في حد بيقول اتكلم بالراحه بالعربي خلاص ماشي اللهجه المصريه. طيب في 92% of clients said that designer drawing are typically not satisfied for construction. في 92% من الكلاينت بيقول ان الرسومات التصميميه مش هي اللي راضيوا عنها او مش هم دي اللي هم عايزينها، حاجه زي كده. في 37% of material used in construction become waste. في هدر كتير جدا في الموارد بيحصل من خلال ايه؟ ان مثلا بعض يعني جبنا مكن تكييف مثلا او ضغطات تكييف وحطيناها، وبعد كده اكتشفنا ان في حاجه هتعدي الناحيه دي، اكتشفنا ان في مشكله في الكوردينيشن، فاضطرينا ان احنا نكسر حاجه، اضطرينا ان احنا نفك حاجه بعد ما ركبناها. ودي دايما بتحصل. ليه؟ لان احنا ما قدرناش نكتشف المشاكل، لان في الاوتوكاد ما بيقدرش يكتشف الارتفاعات وما بيقدرش يكتشف ان في كلاشات. طيب في مشكله في الصوت؟ الصوت واضح؟ انا بحاول اقرا ال في مشكله في الصوت؟ طيب تمام. في حد بيقول صوت واضح؟ طيب فاحنا لازم نبقى عارفين حاجه. في ناس كتير بتقول لك ان الكات ده الفكره او كمبيوتر ايد ديزاينر او كمبيوتر ايد درافت مان، والبيم ده تصوير ليه. لا، هو الكات كان معتمد على تقنيه معينه ان هو بيسهل لي الرسم، بدل ما انا برسم على الورق ولو في مشكله بضطر اعيد الورق تاني. يعني لو انا برسم على الورق drawing paper and I have any problem I will make a new one, but in CAD you can change it or change in the layer, you can modify in CAD.
but BIM is different. BIM, you make all elements in 3D and you put all information you need to manage the project. طيب الناس كلها بتقول كلام بروح حاضر. طيب BIM is not CAD. BIM was never meant to be CAD. CAD is a replacement for pen and paper. CAD هو وسيلة بدل القلم والورقة والحاجات ديت. البيم تكنولوجيا مختلفة تماما مخصصة للمباني. يعني الكاد ممكن ترسم عليها أي حاجة، ممكن ترسم عليها ملابس، ممكن ترسم عليها ورق، وترسم عليها ألعاب، ترسم عليها أي حاجة. إنما البيم Building Information Management هو مخصص لفكرة المباني. ده الاوتوكاد سنة 1982 وقعد يتطور بقى عبر الزمن. الأول كان كاد وما كانش فيه ماوس، وبعد كده حصل طفرة وبقى فيه ماوس. لو في حد عنده أي سؤال يكتب وأنا بحاول أتكلم أهو بالراحة. تمام. طيب لو الكاد فضل يتطور في المسار الطبيعي بتاعه، هو ماشي في مسار غير مسار البيم. ليه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. تمام. يعني هو دلوقتي بيرسم 3 دي بس مش بيم. البيم فيه شروط معينه ما بتتحققش نهائي مع الكاد. تمام. طيب اني الاسرع واني اللي بيكون افضل؟ طيب عملوا تجربه وقالوا احنا عايزين نقارن بين الكاد والبيم، فجابوا ناس شاطره جدا في الكاد وجابوا ناس شاطره جامد في البيم. ما ينفعش اقارن بين ناس شغاله طول حياتها كاد وناس شغاله بقالها سنه او سنتين في البيم ولسه بيتعرفوا عليه، لا لازم يكون المقارنه عادله، ولازم اجيب ناس قويه من هنا وناس قويه من هنا. فلو ان في مرحله الاسكيماتيك ان البيم وفر تقريبا 50% من الوقت، يعني الحاجة اللي هم كانوا بيعملوها في 90 ساعة هو عملها لا في 90 ساعة، فده معدل كويس. لو انه في مرحلة الديزاين وفر برضه 50%، لو ان هو وفر في موضوع الكونستراكشن دوكيومنتس وفر وقت كتير جدا، بدل ما كان بياخد 1000 ساعة لا خد 815. الدوكيومنتس انا اعتقد ان هو ممكن يوفر اكتر من كده. ولو في موضوع التشيكن تشيك لكل الكوردينيشن، لو ان هو وفر 91% هو اوتوماتيك بيقدر يعرف فين الكلاشات. يعني انت تقول له هات لي الكلاشات بين كذا وكذا، يروح جايبهم لك كلهم في ثانيه، يعمل لك جدول كده بكل الكلاشات اللي موجوده، وانت شغال عدلت حاجه يقول لك في كلاش جديد، في كلاش اتحل يقول لك في كلاش اتحل. فهو بيديني ابديتد لاخر شغل. احنا لما كنا شغالين في الاوتوكاد وممكن انا عملت غرفه وصممتها مظبوط تمام، ورحت بقى لمكان ثاني الكوريدور مثلا، فبحل المشاكل اللي هنا، الاقي ان انا مثلا اضطريت ان انا اعدل حاجه عملت مشكله في الغرفه اللي انا خلاص اتاكدت ان ما فيهاش مشكله، فانساها وتكتشف في الموقع واضطروا يكسروا ويعملوا الحاجات دي. فالتكنولوجيا اثبتت جدوى كتير جدا في الشغل بتاعنا. تمام. طيب البيم، مين اللي بيشتغل بالبيم؟ اتمنى يعني تكتبوا لنا كده، لو حد معماري يكتب انا معماري، لو حد انشائي يكتب انا انشائي. تمام. انا اعتقد ان اللهجه المصريه بتكون مفهومه من كتر الافلام وحاجات زي كده. طيب البيم بيشتغل فيها المعماري والانشائي والميكانيكال والالكتريكال والانفرا وكل الاقسام. تمام. طيب بنبدا الشغل فيها من امتى؟ من اول ما نفكر ان احنا نعمل مشروع، يعني ما بستناش مثلا لمرحله الكونستراكشن او مرحله الديزاين. من اول يوم في المشروع بنبدا نشتغل بيم. كل اللوح بتطلع من البيم، مفيش حاجة اسمها إن أنا أعمل شغل على الكاد وبعد كده أدخله على البيم وأبدأ أعمله، لا بنبدأ نشتغل عادي. تمام؟ طيب. طيب وبنستفاد منه قبل ما نبدأ شغل، بنعرف التسعير بتاع المشروع، مشروع هيكلف كام؟ أثناء مرحلة الديزاين بنشتغل بيه، في مرحلة الكونستراكشن، في مرحلة الأوبريشن تشغيل المبنى، يعني خلاص المبنى اتبنى والآلات مشيت والعمال بطلوا شغل وخلاص شغل. برضه احنا بنكمل، بنلاقي في استفادات من البيم. تمام. اعتقد في اغلب الناس اكتفش. ممتاز. تمام. طيب ممكن نستفاد من البيم في ايه؟
ممكن نستفاد منه كسبلاي تشين، نعرف الحاجه هتيجي امتى. يعني في مشكله بتحصل ان ممكن الاجهزه تيجي قبل ميعادها فنضطر ندور على مكان نخزن فيه، ممكن في مشكله تحصل ان احنا الحاجه تيجي بعد الميعاد فالعمال متعطلين والشغل متعطل. برضه ممكن نستفاد من البيم ان احنا نشتغل في البروجرس مونيتور، نبدا نشوف المشروع بيتطور ازاي. ممكن نستفاد منها مثلا ان احنا نعمل بروكيورمنت سكادول، ممكن نستفاد منها ان احنا نعرف فين الكلاشات ونحاول نحلها. ممكن نستفاد منها ان احنا نعمل تقدير التكلفه، نعمل فيجواليزيشن، فيجواليزيشن للشغل اللي كله، ان احنا نبدا نشوف الشغل اتعمل ازاي. في بعض الاوقات المشروع بيخلص وفي ناس شغالين في المشروع مش عارف شكل المشروع هيتعمل ازاي، يعني ممكن يكون مهندس ميكانيكا بس مش قادر يفهم المخطط المعماري في ال 2D، انما لما يكون بيم بيقدر ياخد سيكشن ويفهم شكل المشروع ده هيتم ازاي. تمام؟ طيب بنقدر نستفاد منه في كل الحاجات بتاعت المشروع، يعني كل اقسام المشروع بتبقى مرتبطه بيه، مفيش حاجه اسمها ده خاص بالمعماري والشباب ملوش دعوه وهكذا، لا كلنا مشتركين مع بعض. طيب بنقدر نعمل 3D موديل، بيبقى عندي موديل 3D. طيب الفرق بين الموديل في البيم والموديل في 3D في الاوتوكاد او في الـ او في الـ او في ال 3 دي ماكس او في اي برنامج تاني من البرامج اللي هي مش زي البيم، ان انا اقدر احط كل المعلومات والبرنامج يبقى فاهم ان دي حيطه، فاهم ان ده شباك، this is window, this is wall, this is door. اوكي، the computer know what is the difference between this and this. If you want to make clash detection, just one click you can take the clash detection from the نفس وركس as example. اوكي، انت تقدر لو انت شغال بيم مظبوط ان انت بضغط الزر واحده تعرف فين اماكن الكلاشات، فين اماكن المشاكل، ومعرفه المشكله بيمثل 80% من حل المشكله. تقدر تعرف التكلفه كلها. تمام؟ طيب في حد مهندسه كاميليا بتقول انا مهندسه واشتغلت بيم باستخدام الاركي كاد في احد المكاتب. كنا بنشتغل على مشروع واحد وكل مهندس بيشتغل على دور واحد وكلنا في نفس الوقت حد بيتقدم بسرعه. تمام، دي نقطه كويسه. اول حاجه برنامج الاركي كات من ضمن برامج البيم القويه في المعماري، وهو يعتبر اول برنامج بيم اتعمل. تمام، يعني اول برنامج بيم اتعمل كان الاركي كات سنه 1982، البذره الاولى بتاعته. فكره البيم من زمان، من سنه 1962 فكره البيم، the idea of بيم كانت سنة 1962 بس فكرة. ليه؟ لأن الأجهزة كانت ضعيفة. أوكي؟ The hardware is very low. You cannot draw all building in the computer in this time. دلوقتي بقى في أجهزة قوية جدا تقدر تشيل الشغل، في أجهزة بتبقى جيمر مفصل الألعاب بس هي بتشيل الشغل بكارت الشاشة بتاعها بيبقى قوي. وهكذا. الفكره بقى كلها ان انت تقدر تنظم الشغل بتاعك بحيث كلكم تخلصوا الشغل في نفس الوقت. من ضمن المزايا في البيم، وهو مزايا كتيره جدا ما نقدرش نحطها في محاضره واحده، بس من ضمن المزايا ان المشروع كله موجود في ملف واحد. تمام؟ يعني خليني كده اوريكم مثلا ملف الريفت اهوت. ده ملف الريفت، لو احنا فتحنا مثلا مشروع موجود على كل الاجهزه. تمام؟ يعني ده سامبل بيجي مع الريفت اول ما تسطبه. تمام، هنلاقي في ميزه حلوه جدا في الموضوع ان ما فيش حاجه اسمها ايه اللوحه دي بتاعت الدور الاول، اللوحه دي بتاعت الدور الثاني، اللوحه دي بتاعت المعماري، لا هو كله موجود مع بعض. يعني بص، لما بص هنا انا فتحت ملف واحد، الملف ده موجود فيه ذا ليفل انتري ليفل سكند ليفل ذا روف سايت، في كل الليفلز اللي موجوده اللي احنا هنشتغل عليها. تمام، الستيلينج ان ذا سيم فايل، ذس از ذا اليفيشن، اف يو تشينج اني ثينج ان ذا اليفيشن ويل تشينج ان اول فلور، اف يو سيلكت اني ثينج
If you delete a thing, you delete all this file. If you delete it in the 3D, you will delete in floor, you will delete in the elevation, you will delete in schedule. Okay, if you delete anything in schedule, we'll delete in floor. You work in real building, in model building. Okay. In AutoCAD, you have a schedule in Excel. If you change anything in the Excel, not change in the AutoCAD. If you change in AutoCAD, not change in Excel. Maybe you change anything in the floor number one. ممكن تتغير حاجة في الدور الأول. تمام؟ مثلا عندك مثلا عمود. You have column in all level. You move it in level one, but forget to move it in level two and level three. This is a very problem. You will send this drawing to review or to site, and you have a lot of problems. The section is not the same. The level one, the 3D, the schedule, and now you have a lot of problem. You will receive a lot of RFI, request for information, and this will be make late in the time. طيب في سؤال أسئلة حلوة خليني أنا مهتم جدا بالأسئلة. طيب هنجاوب الأسئلة سريعا. So we cannot make 2D with BIM. لا أنت زي ما حضرتك شايف ده 2D، اللوحة دي 2D تمام، بس مرتبط بال 3D. يعني لو انت عدلت حاجه في اي حاجه تتعدل في كله، انت بتتكلم على مبنى حقيقي تمام. كل اللوح تقدر تطلعها 2D. احنا مثلا انا حاليا شغال في مشروع كبير تبع الفيفا بتاعت الكوره، احاول الكلام براحه. حاليا انا شغال في مشاريع تبع الفيفا اللي هي قطر 2020 2022 اوكي 2022. طبعا اعتقد كل الناس هنا بتحب الكوره بالذات في الجزائر. انا من ملحق كرويه ما فهمش اي حاجه في الكوره، لا اعرف اسميه ولا لعيب الكوره تمام. طيب فمطلوب مننا نطلع كل اللوح كاد ويكون من البيم. يعني بيبدا ياخد مني البيم ويشوف اللوح خارجه من الكاد. هو عايز الكاد كمراجعه وتتبع وكانها تروح السايت، بس هو عايز الشغل كله يكون بيم. مش عايز يبقى عندي فريق شغال كاد وفريق شغال بيم، لا هو فريق شغال بيم مجرد بس لما بيخلص بيعمل فايل اكستراكت كاد ويروح مصدر الشغل كله للاوتوكاد. اللي بيميز البيم عن الاوتوكاد، عد معايا ممكن اعد لك 100 حاجه بس سريعا كده، ان انت بتتعامل مع وحده كامله. لما بتعدل في حاجه بتعدل في كله تمام. ان اللوح بتاعتك كلها بتطلع متناسقه مع بعض، مفيش اي اختلافات خالص تمام. طيب البيم هي نظريه تمام. البرامج بقى اللي موجوده في برامج كتير قوي. يعني البيم نظريه، خلينا نتكلم مثلا عن اداره الوقت. اداره الوقت نقعد نتكلم عن اداره الوقت وتنظيم الوقت والحاجات دي كلها. طب ايه البرنامج اللي انت هتستخدمه؟ انا هستخدم مثلا جوجل كاليندر. في واحد بيقول لا انا هستخدم الاوتوكاد كاليندر، في واحد هيقول انا عايز استخدم ايفون كاليندر. مفيش اي مشكله خالص، بس هي الفكره نفسها هي اداره الوقت. برضه البيم انا عندي فكره معينه ايا كان البرنامج اللي انت هتستخدمه. في اركيكاد، في ريفت، في ايكوسيم، في برامج تكلا للانشائي، في برامج كتير قوي. فانت تقدر تشتغل بيهم زي ما انت عايز تمام. طيب الاركيكاد في نقطه عشان نكون واضحين، الاركيكاد هو في جواه استراكشر وام بي بس مش بنفس القوه. فغالبا المكاتب بتقول لك ايه، انا هشتغل انشائي مثلا بتكلا وهشتغل معماري باركيكاد وهعمل تبادل بينهم بالاي اف سي تمام. يعني في حاجه تبادل بين البرامج دي اسمه اي اف سي تمام. طيب الريفت او البيم يقدر يطلع الحاجه بشكل حلو؟ اه يقدر يطلع الحاجات بشكل حلو وممتازه زي الاوتوكاد. لا انا بتكلم على الرندر، الرندر يكون قوي جدا. طيب هو بيطلع رندر تقريبا حلو وكويس، بس لو انت عايز حاجه يعني متخصصه ممكن نروح مثلا لحاجه زي اليومن. اليومن برامج الرندر سهله جدا وقويه جدا. في برنامج مثلا اسمه تول موشن، ده بيعمل رندر قوي جدا. في برنامج اسمه انسكيب برضه بيعمل رندر كويس جدا، ما بياخدش منك ثواني، انت بتدوس بيعمل لك رندر اوتوماتيك تمام. فدي بيحل لنا مشاكل موضوع التصوير تمام.
طيب البيم والكاد، البيم والكاد، الكاد كان فكره اللي هي الاوتوكاد ان انت بترسم خطوط واقواس، انما البيم انت بترسم حاجه فيها انفورميشن، بيلدينج انفورميشن موديلنج. يعني على سبيل المثال خلينا نفهم الموضوع ببساطه، ان انا لو عملت سيلكت على اي باب من دول هيبدا يجيب لي المعلومات بتاعه الباب دوت، الرقم بتاعه، نسبه الزجاج اللي فيه، نسبه الخشب، يبدا يجيب لي المعلومات بتاعه اليو فاليو لو انا عايز اعمل حسابات بتاعه الاستدامه بتاعه الاستراتيجيه بلاتي. تمام. الريفت من ضمن البرامج اللي هي بتشتغل تحت مظله البيم وليس هو البيم. تمام. هل ممكن استبدال الاوتوكاد نهائيا بالبيم؟ ممكن، يعني ممكن ما تشتغلش. احنا حاليا ما بنرسمش خط على الاوتوكاد، انا بعمل اكسبورت من الريفت للاوتوكاد واكمل شغل عليه. تمام. طيب خلينا نشوف بقيه الاسئله. تمام، لو في اي حد عنده اسئله يا ريت يبعتها ونحاول ان شاء الله ايه نجاوب عليها. تمام. طيب نرجع للبرزنتيشن بتاعنا. طيب نكمل. طيب قال هو الناس اللي بتسال على موضوع الكاد والبيب، الكاد كمبيوتر اي ديزاين بتشتغل على حاجات، بتشتغل على حاجات خطوط واقواس. تمام. انما البيلدنج انفورميشن موديلنج ده هنا بيرسم بيرسم عناصر ذكيه. تمام. بيرسم عناصر ذكيه، بيرسم بيبقى معروف ان ده وول، لو عملت سيلكت عليه يقول لك ان ده وول، ده ويندو، ده فلور، ده روف، ويجيب لي كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها عشان ادير المشروع. عندي حاجات 2 دي و3 دي و4 دي و5 دي و6 دي. طيب ال 2 دي اللي هو معروف حاجات زي اللوح الاوتوكاد وده اخره. ال 3 دي بيرسم حاجات مجسمه. ال 4 دي اللي هو الزمن، ان انا بشوف المبنى وهو بيتبني. ال 5 دي ان انا بعرف تكلفه العنصر بالظبط. يعني ايه تكلفه العنصر بالظبط؟ يعني انا مش بقول مثلا عندي باب، الباب بيكلفني 100 جنيه، لا بشوف الباب ده بيكلف كم مسمار، بيكلف قد ايه بالظبط، واحسب التكلفه بتاعته. ال 6 دي الاستدامه، ان انا اعمل حاجه صديقه للبيئه وحاجه جرين بيلدينج وحاجه تاخد الليد بسهوله. السيفن دي مهمه جدا، موضوع الفاسيلتي مانجمنت اللي هو اداره المبنى، اداره المبنى فاسيلتي مانجمنت دي من الحاجات المهمه جدا لانها مش بتدرس في الجامعات، فبتبقى في فرص حلوه قوي للي بيتقن موضوع الفاسيلتي مانجمنت. ازاي المبنى شغال وانا مسؤول عن الفندق ده مثلا، فلما تحصل اي مشكله اروح احل المشكله ديت وابقى مسؤول عن ادارتها. طيب دي الاسلوب التقليدي، كنا بنرسم 2 دي وبنرسم تكست وبنرسم ونرسم، لا اصبح ان انا برسم حاجه 3 دي وان انا بحط كوليبريشن بين العناصر كلها. طيب لو احنا جينا نبص على كده، ده مثلا الطريقه بتاعت الاوتوكاد، ان انا برسم مثلا مستطيل ومستطيل ويبقى ده مثلا حيطه. تمام. فانا عندي ايه المعلومات اللي موجوده، النقطه دي والنقطه دي، انما هنا بيبقى عندي الستارت بوينت وعندي الطول بتاعها اللينس، عندي الدبس بتاع الحيطه نفسها. اي حاجه بترسمهم في ال 2 دي تقدر تعمل عليها سيلكت وتشوفها في 3 دي وتشوفها في سيكشن وتشوفها في الاماكن دي كلها. عندي المعلومات الخاصه بالتايب بالهاي بكل الحاجات دي. طيب خلينا نشوف مثال كده. لو انا جيت مثلا هنا في حته فاضيه اهي خالص وقلت له انا عايز ارسم وول اهو، وخلينا نرسم وول مثلا على شكل بيضاوي، بس مش هرسم كيرتن وول، ارسم مثلا وول عادي. وتعالى نشوف كل واحده من دول جواها بعض المعلومات اللي صعب تلاقيها في اي مكان تاني. تمام. اهي ده انا رسمته اهو شكل بيضاوي. لو انا علمت عليه بالشكل دوت وقلت له انا عايز اشوف 3 دي، ده اللي انا لسه رسمه حالا. تمام. هو اوتوماتيك ما دمت برسم 2 دي يبقى برسم 3 دي، برسم 3 دي هو بيحط لي معاه 2 دي. طيب لو انا قلت له لا ارجع تاني للوحه اللي انا كنت فيها، خلي بقى كل حاجه بنفتحها بتفضل موجوده هي مستقله بذاتها. طيب وانا عايز سيكشن هنا، اقول له انا عايز ارسم سيكشن واقول له ارسم لي السيكشن ده، خلاص هو رسم السيكشن اهوت. لو احنا جينا هنا
الاقي الحتت رسم بعيد. تمام، انا مش راسم الحاجه دي قبل كده، انا لسه راسمها حالا. مجرد ان انت رسمتها هو بيرسم لها السكاشن بتاعتها، رسم لها كل حاجه. طب لو انا جيت لغيت دي ديليت ورحت لل 3 دي هلاقي الحتت لغت. طيب لو رحت للدور الاول هلاقي الحته اللي انا لغيتها اتلغت. فكله متوصل ببعضه، لما بلغي حاجه او برسم حاجه بيترسم في كله في نفس اللحظه. تمام، طيب دي تاريخ الرسم. الاول كانوا بيرسموا، في من الناس بدات ترسم من 1963 على الكمبيوتر، بس كانت حاجه بدائيه خالص. في حد قال كلمه كويسه جدا، اللي فهمته ان البيم هو تكنولوجيا وليس برنامج. ايوه، البيم هو فكره او تكنولوجيا. تمام، يعني لو حد مش فاهم الفكره وبدا يشتغل على اي برامج من برامج البيم ممكن يشتغل باسلوب خطا فيطلع معلومات خطا، فلازم يكون فاهم ايه فكره البيم وازاي يستفاد منها. هل انا بحتاج الكاد؟ لا، انا بحتاج ان انا اصدر الكاد، لان في ناس بتشتغل بالكاد، في ناس بتشتغل بالورق، لازم اطبع لها شغل تحت. واتش بروجرام از ذس، ده انا كنت فاتح برنامج الريفت دلوقتي. تمام، طيب كانت في نقله كبيره جدا، وي ترانسفير فروم هاند درافتنج تو كاد، بت ناو وي هاف الوت جامب فروم كاد تو بيم. اللي هنا تكنولوجيا مختلفه تماما عن هنا. هنا عناصر ذكيه. ذكيه بمعنى ايه؟ ان انا لو جيت هنا حطيت مثلا باب في قلب الحيطه ولغيت الباب، اول ما بيتحط الباب اول ما بيتحط هو اوتوماتيك بيفتح اوبننج في الوول، هو مرتبط ببعض. تمام، عكس الكاد. ممكن يبقى عندنا في الكاد في حاجه اسمها بلوك، سمارت بلوك او دايناميك بلوك. في دايناميك بلوك، بس الدايناميك بلوك مالهاش دعوه باي عناصر ثانيه، كل واحده مرتبطه بنفسها، ممكن تغير الحجم، ممكن تغير الشكل كذا. انما هنا هو بيعمل نفسه اوبننج في الوول. لو انا جبت كده وخدت دي كده كوبي وحطيتها في مكان ثاني، هو يبدا يفتح اوبننج ثانيه. تمام، طيب لو انا خدت الحيطه دي الباب ده وخرجته بره الحيطه خالص، هيقول لي ما ينفعش، ما ينفعش الباب يبقى بره الحيطه. في الاوتوكاد يقبل، مش هيعترض. طلبة هندسة معماري الأفضل لي البيم. تمام، وحسب المدرس بتاعك، يعني لو المدرس مصر على موضوع الكاد خلاص احنا هنلتزم معاه، بس لو هو مطلق الحرية للناس مثلا في مشروع التخرج في الشغل وكذا مفيش مشكلة. ممكن المدرس يقول إن احنا هنشتغل بسكتش أب، خلاص هو الراجل حط المنهج بتاعه ونلتزم بيه. بس هو فكرة البيم بتأهلنا لسوق العمل أكتر. تمام، طيب خلونا نتخيل لوحة زي ديت. لو اللوحة دي جات لي، ودي لوحة حقيقية على فكرة، مشروع حقيقي. لو اللوحه دي جات لي انا هفهم منها ايه؟ يعني انا جات لي اللوحه دي لوحه تو كاد ستيل ديتيلنج، انا مش هقدر افهم منها حاجه، مش عارف الشكل بتاعها. بص حاجه زي كده في البيم ممكن تقدر تاخد سيكشن في اي مكان وتقدر تفهم اكتر المصمم عايز ايه في المشروع دوت وهيتنفذ ازاي والحاجات دي كلها. شايف الديتيل ديت لو انا حاولت اشرحها في الاوتوكاد مستحيل، يعني ان انا احط التفاصيل ديت لو جبتها من الواجهه دي مش هينفع من الناحيه الثانيه، يعني محتاج احط لها مثلا 10 لوح عشان التوصيله الصغيره دي. تمام، ده معمول بتكنيك، ده اتنفذ فعلا مثلا. طيب حاجه زي كده الناس اللي هم بتوع معماري، لو انا حبيت ان انا ارسم سيكشن 3 دي زي دوت، انا اعتقد ان فعلا ممكن لو انت بترسمه بالاوتوكاد ممكن ياخد منك اسبوع 7 ايام. بينما في البيم لو انت عندك الموديل موجود فما يخش منك اكتر من ثانيه، تاخد سيكشن في اي مكان وتقول له وريه لي يظهر معايا. طيب بفرض ان انا بعد ما عملت سيكشن اضطريت ان حصل تعديل في البلانات، ممكن اخد 5 ايام مثلا اقعد اشوف التعديلات واعدلها الحاجات دي كلها. هنا اوتوماتيك اول ما بتعدل في البلان بتعدل في السيكشن. طيب عايزين بقى نحاول نفهم مع بعض بيلدينج انفورميشن مانجمنت. طيب لو ممكن كل واحد يقول لي تكنولوجيا البيم بالنسبه له بتمثل ايه؟ انا مش عايز حاجه نكون قلناها او حاجه موجوده في كتب، لا بالنسبه لك انت، بالنسبه لك تكنولوجيا البيم ممكن تمثل ايه؟ طيب في حد بيقول ان بقيه الاقسام ما استخدموش بيم؟
طيب هو ممكن انت شغال في شركه في اقسام مثلا ما بتشتغلش بينهم، بيتحاول تشتغلوا مع بعض. عاده بنلاقي المعماري والانشائي هم اللي شغالين بيم، والكهروميكانيكال ما بيبقاش شغال بيم قوي. عاده الاركتكتشر والاستراكشر وركن بيم، بس ام بي مي بي نوت يوز بيم. هو واحده واحده الناس بتبدا تفهم الفكره من البيم والادوات بتاعتها. انا هحاول ابعت لكم برامج البيم، اهم البرامج بتاعت البيم هي البيم اختصار بيلدنج انفورميشن موديلنج، واصبحت دلوقتي بيلدنج انفورميشن مانجمنت، اداره معلومات البناء. اداره معلومات البناء احنا مثلا حاليا بنستخدمها في شغل في ايه؟ اجتماعات مثلا في الموقع، بنبدا نشوف المشاكل اللي موجوده واقدر اعرض عليهم المشروع ونحل المشاكل واحنا موجودين، ونبدا نشوف في الحلول. يعني ممكن اقترح حل اروح انا عامله على طول في الموديل ونشوفه ينفع ولا ما ينفعش ونحلها. يعني بنخلص من الميتنج وفي مشاكل كثيره محلوله. ممكن نبدا في السايت نفسه، ممكن في السيفتي، يعني احنا ممكن نقلل الحوادث اللي موجوده من خلال السيفتي. ازاي بقى؟ بطرق كثيره جدا، يعني بطرق كثيره جدا بنقدر نقلل موضوع الحوادث دوت. ايه هي البرامج الاخرى؟ احنا قلنا الريفت، وعندنا الاركيكاد، وعندنا تيكلا، وعندنا الايكو سيم، وعندنا الماجيكاد في الكهروميكانيكال. في برامج لا نهائي. انا هحاول ان شاء الله ابعت لكم كتاب يكون فيه شرح للبيم وشرح للبرامج واهم الحاجات، بحيث ان هو يكون مرجع لكم باذن الله. في برامج كتيرة غير الريفت، مش الريفت بس. هل يمكن نقل ملفات من الكاد إلى برامج البيم اللي عمل عليها؟ هو ممكن اخد ملف الكاد وابدا احطه قدامي وابدا انقل منه. يعني ممكن اعمل ايه؟ اروح على برامج الكاد الريفت اهو مثلا، ده مثلا من ضمن البرامج وليس البرنامج الوحيد، وممكن اقول له اعمل لي انسيرت كاد للكاد، واول ما يحصل تعديل في الكاد ابدا اشوف عندي وابدا ارسم نفس الحوائط نفس كل حاجه. تمام؟ يعني لو انا عندي مخططات كاد اقدر احولها لبيم، بس مش بتحول بضغط الزر، لا انا لازم امشي عليها واحده واحده. ليه مش بضغط الزر؟ لان في الاوتوكاد المعلومات مش متوفره مظبوطه. فاهم قصدي؟ يعني بتلاقي ان في بعض المعلومات ناقصه. انا ممكن ادخل مثلا اي لوحه اوتوكاد مثلا زي كده، تمام، وابدا اشتغل عليها وابدا ارسم الحوايط مكان الحوايط والشبابيك مكان الشبابيك وحاجات زي كده. طيب ده هو في الاجتماع هو بما عاملين الشاشه ونبقى شايفين الشغل بيتعمل ازاي. البيم هو عباره عن ايه؟ في جزء اناليسيس، في جزء دوكيومنتيشن، في جزء فابريكيشن. فابريكيشن انا ببعت الموقع اقول له الحاجه دي هتتعمل ازاي بالظبط، هو بيصنعها وتيجي تتركب في الموقع، وده بيقلل المشاكل وبيقلل الهازارد وبيقلل الخطوره والحاجات دي كلها. تمام؟ فان انت تستخدم حاجه بتقلل لك عدد ساعات الشغل في الموقع، انت كده بتقلل نسبه حدوث الحوادث في الموقع وان حد يصاب او حد يموت او حاجه زي كده. زائد ان في برامج كثيره جدا بتاخد الشغل وتاخد الموديل بتاعك في البيم وتبدا تخلي فيه زي سيموليشن، ان مثلا في شخص ماشي ومثلا وقع في حفره، فيقول لك ان المكان ده محتاج ان انت تحط عليه صور مثلا. تمام؟ طيب هل تكنولوجيا البيم مساعد اكتر من 2 دي او 3 دي؟ تكنولوجيا البيم بتساعد اكتر من 2 دي و 3 دي بكتير جدا، يعني بكتير جدا، بتفرق كتير جدا معانا في الموقع، وبيدعم ال 4 دي وال 5 دي. تمام. ممكن نستخدم على الاوتوكاد؟ احنا حاليا مستخدمين على الاوتوكاد تماما في الشغل، بس بنحتاجه لنصدر الشغل. يعني انا بسلم الريفت وبسلم الاوتوكاد الاثنين مع بعض، فانا بعد ما بخلص شغل على البيم انا ما بفتحش الاوتوكاد طول المشروع، بس لما بيطلب مني تسليمه بعمل اكسبورت من البيم للكاد وابدا اسلمهم الاثنين مع بعض. تمام؟ بيلدينج انفورميشن مانجمنت. بنلاقي عندنا كذا حاجه لازم نهتم بيها، مش مجرد سوفت وير. يعني الناس كلها مفكره ان هو برنامج هنسطبه ويبقى شغلنا بيم. لا، لازم الاشخاص نفسهم يبقى عندهم فهم لفكره مشاركه المعلومه. في بعض القواعد بوليسيز لازم تكون موجوده. في بعض العمليات بنتفق عليها ان كل واحد هيشتغل فين وهيشتغل في ازاي. في تكنولوجيا موجوده، في انفورميشن،
طيب الكاد بتبقى المعلومات مش منظمه، يعني في معلومات كتيره جدا مش مفهومه. في البيم بنبدا ننظمها مع بعض ومرتبطه مع بعض، كل دوكيومنتس بندخلها في الموديل بحيث ان تقدر تحصل على المعلومه، ما تبقاش عندك اخطر من مصدر للمعلومات فعمال تتلخبط. يعني تخيل ان انت كل شويه المعلومه دي موجوده هنا ولا هنا، هنا ولا هنا، انما لو في البيم لا، هو كلنا موجودين في مكان واحد. هل البيم تكنولوجيا مساعدة اكثر من 2D و3D؟ اه البيم اكتر، وهو بيطلع 2D وال3D وال4D وال5D وال6D وال7D وال8D وال9D ND، يعني عدد لا نهائي من الدايمنشن. تمام. طب البيم هو ايه؟ هنقول ان هو ميثودولوجي، ان هو عباره عن معلومات كتيره جدا منظمه، بتحط المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. لو انا عملت سيلكت على الجزء دوت، طيب انا هقول لكم الفور دي والفور دي. لو انا عملت سيلكت على الكيرتن وول انفورميشن، هيقول لي كل المعلومات، اللي يقول لي اليو فاليو، يقول لي التكلفه، يقول لي المشروع، كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها بمجرد ما اعمل سيلكت على اي عنصر. تمام. طيب لو انت عملت سيلكت على الروف، هيبدا يجيب لك معلومات خاصه بالروف وهكذا. طيب ال4D هو الزمن، يعني انا بشوف الاول الارض فاضيه، وبعد كده بيبدا يظهر معايا الاعمده، وبعد كده يظهر الحوايط، وبعد كده يظهر عنصر عنصر بيظهر معايا، فابدا افوق اشوف الفكره عامله ازاي. تمام. دي الفكره من ال4D. ال5D ان انا لو عملت سيلكت عليه عنصر اقدر اعرف تكلفه، لو انا عملت سيلكت على المشروع كله اعرف تكلفه المشروع، لو انا عايز اعرف تكلفه المشروع في اول شهر اعرف تكلفه المشروع، في خلال شهرين اعرف، خلال 4 شهور اعرف. ال6D هو موضوع الاستدامه. الاستدامه هي عباره عن ايه؟ الاستدامه عباره عن ان انا اعمل مبنى صديق للبيئه، اخد بقى شهاده مثلا زي الليد، اعمل مبنى ما بيستهلكش ميه ولا بيستهلك كهرباء ولا بيستهلك الحاجات دي كلها. انت لو عايز عندك شغل معمول 3D ان ريفيت، عايز تعملهم تنقلهم للاوتوكاد، اه انت رسمتهم على الار تي اي. تمام. في طرق كتير جدا تحول الار تي اي لريفيت. تمام. في طرق كتير جدا تحول الار تي اي. هو ايه الار تي اي؟ هو تمبليت. هو لو انت راسم ار تي اي تمبليت، هتعمل فايل وتقول له انا عايز ابدا مشروع جديد، وتختار الملف اللي هو الار تي اي وتقول له اوبن، هيفتحوا لك اكسل بعد كده ار في تي. يعني هي الفكره كلها ان انت تقول له انا عايز ابدا فايل نيو بروجكت تمبليت. ما هي البرامج اللي توفر تكنولوجيا البيم في 2 دي؟ ما ينفعش بيم مع 2 دي، يعني بص انا هاخد بالنا منها واحده واحده. بيلدينج يعني شغل مباني، انفورميشن يبقى معلومات، موديلنج يعني حاجه 3 دي، فالبيم لازم يكون 3 دي مش 2 دي. بس هو يقدر يصدر لنا 3 دي؟ يقدر، يقدر يصدر لنا 2 دي؟ يقدر. تمام. طيب السيفن دي قلنا الفاسيلتي مانجمنت، اللي هي اداره المبنى بعد ما يخلص. شكرا يا باشمهندس جمالين، كتبت معلومات جميله خاصه بالبيم. طيب زي ما قلنا هي 3 دي، ده المبنى 3 دي. ال 4 دي خاص بالتايم، ان انا اشوف المبنى هو بيتبني. ال 5 دي هو الكوست. تمام. ال 6 دي هو السستينابيلتي او الاستدامه او جرين بيلدينج او المباني الصديقه للبيئه، ان انا اتاكد ان المبنى بتاعي محقق للحاجات اللي تخلي المبنى صديق للبيئه، مثلا في هواء متجدد، في توفير للميه، في توفير للطاقه وهكذا. ال 7 دي هو عباره عن فاسيلتي مانجمنت، اداره المنشاه والمبنى اثناء التشغيل مش اثناء البناء. طيب لو احنا قلنا كلمه بيلدينج، لو احنا اتكلمنا عن كلمه بيلدينج، هي عباره عن نون، يعني عباره عن المبنى وهو بيتبني وهو اتبنى وهو قائم بذاته، ويعبر عن عمليه البناء نفسه، عمليه البناء. تمام. طيب لو جينا نبص كده هنلاقي ان احنا عندنا داتا وسوفت وير وبروسيسور وورك فلو.
الداتا اللي كميه المعلومات، السوفت وير، البرامج اللي منها الريفت والاركيكاد وتكلا وبرامج كتير جدا، البروسيس العمليات، بنقول مثلا هنبدا بالخطوه دي وبعد كده الخطوه دي والخطوه دي، بنقول مثلا ان المعماري هيرسم جزء واحد من ثلاثه وبعد كده الاستراكشر هيرسم جزء معين وبعد كده الام بي هيرسم جزء معين، الورك فلو بنبدا نتفق على العمليات هتتم ازاي ومين اللي هيدي الملفات لمين وهكذا. فاحنا عندنا البيم از ا بيلدنج داتابيس، هيكون فيه كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها زي الاركتكشر موديل، استراكشر موديل، اتش باك موديل، بايبنج موديل وهكذا. في برامج كتيره جدا خلينا نبص عليها، الريفت اركتكشر، استراكشر ام بي بي، في برنامج النافس وركس ده اللي بيعمل 4 دي، في برنامج سوليبري بيتاكد من المشاكل، في برنامج زي تيكلا بتاع الانشائي، في برنامج مثلا زي الفاسيلتي والارك باص ده فاسيلتي مانجمنت وهكذا. تمام، فاحنا عندنا بعض البروسيس الاركتكشر ديزاين الاستراكشر موديلنج وهكذا. الورك فلو احنا غالبا في المشاريع الكبيره اللي احنا بنستخدم فيها البيم هل البيم معايش هل البيم يستعمل صح تصميمك اذا كان في خطأ؟ لحد كبير، بمعنى ايه؟ لو ما انا طلعت الباب بره الحيطه جاب لي ان في مشكله، فده في مشكله. هنتكلم عن الراي النهارده. هل البيم يستعمل صح تصميمك اذا كان في خطأ؟ لما انا خرجت الباب بره الحيطه قال لي في مشكله. لو انا حاولت ارسم حاجه بزاويه مش هتنفع تتنفس في الموقع بينبهني في مشكله. لو في اي مشكله هتحصل في الموقع بيبدا ينبهني ليها. فإلى حد كبير لو في غلط في التصميم بينبهني ليه. في بعض البرامج الادنس اللي بتتسطب جوه البرامج البيم بتعمل تشيك على الكود، يعني لو انا شغال مثلا بكود الحريق ان اف بي او اش بتاع التكييف او اي كود، هو بيبدا ينبهني ان في حد معين انت طلعت عنه او نزلت عنه المفروض ان انت تلتزم بيه. هل في برنامج اسمه راينو؟ في برنامج اسمه راينو ده ممتاز جدا، بيعمل حاجات براماتيك وجواه حاجه اسمها جراس هوبر، ده برضه بيسهل علينا الشغل وبيعمل برمجه مرئيه بشكل سهل جدا ولذيذ. تمام، فهو قوي بس ده مش برنامج بيم. ليه مش برنامج بيم؟ لان انا لما بعمل سيلكت بيقول لي دي كتله دي ماس، ما بيقوليش ان ده حيطه، ما بيقوليش ان ده شباك، انا اشتغلت بيه بس هو مش من برامج البيم. هو حلو قوي وبنستخدمه في ان احنا نرسم شكل ونعمل عليها سيموليشن، لكنه مش ما بقدرش اطلع منه لوح بيم. في بيم في السكتش اب، في ادنس جوه السكتش اب تقدر تطلبها اسمها بيم سكتش اب. يعني لو جينا هنا وقلت له بيم سكتش اب هو عباره عن بلجن بيتسطب جوه السكتش اب. بيديني بعض التولز اللي خلاها بيم. تمام، ده جوه السكتش اب بيرسم جواه. تمام، بس مش بنفس القوه برضه، يعني يعني هو بيرسم فعلا السكتش اب بيم كل حاجه، بس ما تقدرش مثلا تطلع كلاشات من خلاله. يعني لسه شويه في المستقبل ممكن يوصل ان هو يعمل حاجات كويسه. نتمنى هذا. شكرا باشمهندس كمالية للتوضيح. تمام، دي كلها برامج بيم، بس الفكره مش في البرنامج قد ما الفكره ان انت تفهم تكنولوجيا بيم وتطبق تكنولوجيا بيم. هل يوجد بيم في الاوتوكاد؟ في نوع من البيم هو الاوتوكاد تبع شركه اوتوديسك والريفت تبع شركه اوتوديسك. اوتوديسك اشترت الريفت تقريبا في 2006. تمام، فقبل ما تشتري الريفت كان عندها مشكله، الناس بتقول لها البيم حاجه قويه وانتوا ما عندكوش بيم، فبدات تعمل ادنس زي ما شفنا كده بيم سكتش اب، وما بداوا يعملوا ادنس جوه الاوتوكاد، ترسم اوتوكاد معماري وترسم انشائي وترسم ام بي. فبقى عندنا اوتوكاد اركتكتشر واوتوكاد استراكشر واوتوكاد ام بي. تمام، موجودين، بس لما اشتروا الريفت قال لك لا احنا فعلا مش بنفس القوه، قال لك الريفت اقوى واهملوا الحاجات الثانيه. تمام، فاصبح الشركه اوتوديسك اصلا ما بقتش تطور. وانا قعدت مع ناس من اوتوديسك
قالوا لنا قوه كلها في الريفت مش في الاوتوكاد، ولا حتى في الاوتوكاد اركتشر ولا استراكشر ولا اليمين. طيب الريفت اقوى برنامج هو حسب الشهره، يعني انا دلوقتي شغال مثلا في الخليج، في الخليج الريفت مشهور جدا، في دول تانيه في برامج تانيه اشهر، تمام. فانا لما اروح برنامج، لما اروح بلد واكون بستخدم برنامج مختلف، انا هشتغل بالبرنامج دوت. لو انا رحت شركه ولقيتها بشتغل بالاركيكاد، هتلاقي سهل جدا ان انت تفهم البرنامج التاني. يعني كل برامج البيم لو انت فاهم برنامج، بتلاقي البرنامج التاني قريب منه، نفس الفكره ونفس القصه، فهتلاقي سهوله جدا ان انت تشتغل بيها، تمام. طيب مين اللي ممكن يستفاد من المعلومات اللي موجوده في البيم موديل؟ عندنا الاونر، عندنا البلانر، الديزاين، الانجينير، الكوست، الاركتكشر، الفابريكيشن، الانرجي، الليد، كل الناس اللي شغاله في المشروع بتقدر تستفاد من معلومات البيم. طيب ده مثلا شايفين الشكل دوت، الشكل ده قالوا ان هم هيعملوا مبنى، فازاي حاجه بالشكل دوت تتحول لمبنى؟ احنا مش بنتكلم في خطوط او حاجات مستقيمه، لا ده شكل يعني تجمع رمال الصحراء، حاجه زي كده، تمام. ده جان نوبل قال انا هعمل متحف بالشكل دوت، فكل الناس قالت لا الراجل ده بيهزر، ما فيش حاجه تتعمل بالشكل دوت. ففعلا هو قدر يعمل التصميم دوت. ده متحف قطر القومي، انا رحت المتحف دوت اكتر من مره، تمام، وفي متحف ممتاز اهوت. ده التصميم بتاعه اتنفذ فعلا حقيقي، وده التصميم بتاع التفاصيل الانشاء اللي جواه. اه مظبوط صح، شمس كمان صح، ورد الصحراء، زهر الصحراء اللي جنوبر، متحف في قطر، انا رحته كتير جدا وممتاز جدا. جنوبر مظبوط، شكل جنوبر مشهور جدا عندكم. هو عمل كذا مبنى موجود في قطر، منهم في برج واخد جواز كتير في الاستانه. دي من اشكال الاورجانيك، اللي مش اي برنامج بيعمل الاورجانيك، لازم الريفت بيعمل الاورجانيك على فكره، و يعني والاركيكات بيعمل اورجانيك وهكذا. طيب لو انت بصيت كل قطعه حديد ما ينفعش حتى مكان الثانيه، يعني لازم تتعمل مظبوطه. اه ممكن برنامج واحد من برامج البيم يعمل عليه مبنى كامل، اه ممكن برنامج الريفت لوحده اقدر اعمل بيه المبنى ككل، بس لو انا عايز ازود حاجه زي الفور دي اضطر اروح لبرنامج زي النفس وركس، او يعني في برامج متخصصه في الفور دي، تمام. الريفت مش هيعمل لي 4 دي ولا 5 دي، تمام. الريفت هيعمل لي حاجه 3 دي فيها معلومات وفيها قويه جدا. هو عمل حاجات كتيره جدا، في مطارات كتيره جدا اتعملت بالبيم، اصبح اجباري في دول كتيره جدا لازم تعمل الموديل بتاعك بالبيم، اجباري في بريطانيا، اجباري في كوريا الجنوبيه، اجباري في فنلندا، في الدنمارك، في المانيا، في بعض المشاريع. ففي دول كثيره جدا اجباري موضوع ان انت تعمل الشغل بالبيم. في دبي اجباري ال 20 دور، اكثر من 20 دور لازم تعمل الشغل بالبيم. فهو المشروع ده ما كانش ينفع يتعمل من غير بيم، درجه التفاصيل اللي فيه وما فيش حاجه تنفع تتحط مكان الثانيه، لازم كله يتعمل بالبيم، تمام. طيب لو احنا بصينا بقى عشان ندرك فايده البيم في الاسلوب التراديشنال، كل واحد شغال لوحده، فتلاقي كل شويه واحد بيلاقي مشكله ومش عارف يحلها، فبيبعت ار اف اي ونفضل في قصه كده، والانيو موديل فيهم الاخير، وفي كلاشات، وفي كذا وفي كذا وفي كذا، في مشكله كبيره قوي مش قادر عارفين بدايتها من اخرها الحاجات دي كلها. طيب لما بيجي البيم بيعمل ايه؟ يعني ايه الحل الساحر بتاع البيم؟ البيم بيقول لك انا عندي موديل واحد وكل الناس تقدر تفتح وتاخد المعلومات اللي هي عايزاها من موديل البيم. بلاش نخلي معلومه هنا ومعلومه هنا والحاجات دي كلها. لا هو موديل واحد يقدر في اي وقت لو انت عايز معلومه تدخل على الموديل ده وتستفاد وتاخد اي معلومه انت محتاجها. يعني انت مثلا شغال في الكهرباء وعايز تعرف مثلا الغرفه، مثلا تدخل على الموديل تلاقي الغرفه المعلومات المعماري والانشائي والميكانيكال والالكتريكال الموجوده في قلب الغرفه. اه البيم جزء كبير منه برامتك ديزاين، انا في جزء كتير
في موضوع البراماتيك والبرامتر والحاجات دي كلها. البراماتيك ديزاين ان انا ممكن اعمل مبنى اوصل، يعني اقول ايه، اعمل تصميم واعمله مثلا على 10 متر، اعمل مثلا تصميم لبرج مثلا وكل دور 3 متر، بعد شويه الراجل غير ل 4 متر، بغير رقم واحد المبنى كله يتغير. تمام؟ اه مظبوط، وارد الصحراء. فاصبح ان انا عندي موديل واحد، ممكن الانجينير وممكن الويب كوردينيتور يتبادل المعلومات مع بعض، يبدا يبعتها لاي برنامج. احنا حاليا في المشروع بتاعي بستخدم حاجه اسمها ابونكس، ببعت ويجي لي على طول الريبورت بالمشاكل. ممكن بدل ما انا ابعت ار اف اي ادخل على الموديل واعرف المعلومه اللي انا عايزها في ثواني. تمام؟ برضو بين الموقع وبين الديزاينر ممكن تخش انت تعرف المعلومه او تبعت تقول له انا عايز كذا. فبدل ما كنا بنستنى 21 يوم على ما الراجل يبص على المشكله، غالبا بيبعتها ثاني يوم على طول، يعني بيبعت لك المشكله. طيب البيم فادنا في حاجه اسمها انتجريتد بروجكت ديليفري، اللي هي عباره عن ايه؟ ان احنا كلنا مسؤولين عن المشروع من اول يوم في الشغل، احنا كلنا موجودين وكلنا مسؤولين عن المشروع، ومفيش حاجه اسمها انا مسؤول عن الجزء ده او الجزء ده. لا، كلنا مسؤولين عن الحاجه. واللي بيسهل الموضوع دوت ان احنا بنتشارك في المعلومات. مفيش حاجه اسمها هبعت لك المعلومه في اخر المشروع. لا، اصبح في كلاود وكلنا بنشتغل في المشروع وكلنا شايفين الشغل وشايفين اخر ابديتد موجود، وبنقدر كلنا نتعاون مع بعض في ان احنا نحل المشكله. فاحنا كلنا بنبدا نفكر مع بعض، احنا عندنا شغل الموديل، الفاسيلتي مانجمنت شايف الشغل من اول يوم في المشروع، الاستدامه شايف الشغل من اول يوم في المشروع، فبنبدا كلنا نحل المشكله. لو جينا نبص على الصوره ديت، الاركتكشر كان عامل تصور معين لوحده، وده عامل تصور ثاني لوحده، وده بيعمل تصور ثاني لوحده، كل واحد عامل شغل لوحده خالص. لما احنا حطيناهم مع بعض في البيم كله بقى فاهم هو بيعمل ايه، ما بقاش في مشاكل، كلنا مرتبطين ببعض. طيب لو جينا نبص مثلا على حاجه زي كده عشان نفهم موضوع الفايف دي، انا عندي مثلا حاجه زي كده، في معلومه حلوه، المهندس فرانسي جون نوفل اللي عمل متحف قطر ورد الصحراء هو اللي اعطوا له ترميم قصبه الجزائر. تمام. طيب العمود هنا البيم مش بيقول لي ان عندي عمود، بيقول لي انت عندك العمود، والعمود جواه الريبار، بيحسب الريبار لوحده، بيحسب الفورم ورك لوحده، بيحسب الكونكريت لوحده، بيحسب الكلادنج لوحده. وبعد كده كل واحده من دول بيشوف الاكيوبمنت بتاعتنا والليبر والماتيريال. تمام؟ ويبدا يشوف التكلفه بتاعتهم ويبدا يحسب التايم. كل الحاجات دي كلها مرتبطه مع بعض، مش زي الاول هي معلومه واحده، كلهم مع بعض في قلب الحاجه، بحيث ان انا لو ما اغير حاجه يطلع لي الاختلاف القيمه اللي هتظهر معاهم. تمام؟ طيب الوقت بيخلص، فانا عايز اشوف لو حد عنده اي اسئله نحاول نجاوب عليها. البيم بيساعد في كل حاجه في المشروع، بيساعد في ان هو يعمل شغل معماري والانشائي والكهروميكانيكال، ويطلع لي التكلفه ويعمل لي شغل الاستدامه. فكل الاقسام مرتبطه بالبيم، عمل فرق كبير جدا زي ما هنشوف في المحاضره الجايه ان شاء الله. دخل كذا تكنولوجيا كانت بعيده تماما عن مجال قطاع البناء، زي مثلا الفيرتشوال رياليتي والاجمانتد رياليتي وهذه الاشياء ما كانتش موجوده، كانتش موجوده عندنا وبدانا نحطها في الشغل. من عارف فين حاطها، هبعت لكم البي دي اف باذن الله. تمام؟ وان شاء الله هبعت لكم برضه كتاب بالعربي في الموضوع دوت، وهبعت لكم ان شاء الله برضه يعني اي حاجه هتساعدكم نحاول ان شاء الله نعملها. وان شاء الله برضه المركز بيعمل كورس كامل في البيم، هيبقى في موضوع ازاي الواحد يعمل بيم مانجمنت للمشروع، ازاي الواحد يعمل بيم اكشن بلان الكود. تمام.
ازاي، ايه اهم الاكواد اللي احنا ممكن نشتغل بيها، ازاي ننظم الشغل. في لو انت بتتكلم عن الحاجات الطبوغرافيه، في عندنا برنامج اسمه انفرا ووركس 360 بشكل قوي جدا. السؤال الحلو الكلمه دي، عندما عمل تغيير او اضافه في المشروع بيظهر عند جميع المهندسين اللي بيشتغلوا معاك في نفس الوقت ان عملت تغيير؟ بيجي له نوتيفيكيشن ان في تعديل باي، اول ما بيعمل ريلود للحاجه بتظهر عنده. لو انتوا كلكم شغالين في ملف ريفيت واحد فبيظهر عنده كل حاجه في نفس الوقت. أنا شاكر لكم وحسن استماعكم، وأتمنى لو حد عنده أسئلة يحاول نجاوب عليها بإذن الله. يعني لما المهندس بيصمم مبنى أو يعطي الجدار مع إعدادات معينة بيرضى ينطبق فيه وكان في الجدار مثلا، يمكن يغير نوع الطلاء وعزل الصوت والحرارة، ممكن يضيف كل الإعدادات. ممكن يعمل سيلكت للحيطة، يعرف كل المعلومات دي في نفس اللحظة. يعني أنا أقدر أحط في قلب المبنى بتاعي، في قلب الحيطة، المعلومات الخاصة بالصوت، المعلومات الخاصة بالماتيريال، كل حاجة. تمام. طيب يعني أنا مثلا لو جيت عملت سيلكت كده هتلاقي كل المعلومات بشكل دوت. تمام. طيب في اي حد عنده اسئله تاني؟ البيم برنامج متكامل بوجوده نستطيع الاستغناء عن باقي البرامج. البيم هو عباره عن فكره او كده، هتستغنى عن كل البرامج هيوفر لك كتير جدا. تمام، هيوفر لك كتير جدا، بس الفكره كلها ممكن في برنامج معين انت محتاج تتعامل معاه. تمام، ما بيعملش، بيعمل حاجه مختلفه تماما عن كده. تمام، يعني ممكن مثلا انت عايز تشتغل على فوتوشوب مثلا، يقدر يصدر لك الشغل كصوره تكمل عليها على الفوتوشوب. انت مش عايزين نلغي برامج، احنا عايزين نشوف ايه الحاجه اللي انت عايزها، وبعد كده نشوف ايه البرامج اللي ممكن تعمل لي الحاجه ديت. تمام، انا مش عايز الغي برامج، انا عايز اشوف ايه الحاجه اللي تعمل لي الشغل دوت. لو احنا عملنا سيلكت على الايديت هتدخل هنا هتلاقي مثلا الاليمنت ده، هتدخل كده في الماتيريال هتلاقي الماتيريال عكس بقيه البرامج. بقيه البرامج بيقول لي ماتيريال كذا، لا هنا بيقول لي الماتيريال دي بحط مثلا فيزيكال، الخصائص الفيزيائيه مثلا للعنصر ده. تمام، فيقدر يدخل معاك في الحسابات، تقول له انا عايزها ثيرمال وتختار. تمام، اهو يبدا يضيف لك المعلومات بتاعت الثيرمال، فتقدر تخش الحاجات دي. البرنامج الريفت يغني عن الانتقال بالبرامج المعماريه، بيغني لحد كبير، بس انا لو احتجت حاجه معينه هاخدها، انا مش ضد البرامج الثانيه. يعني لو احتجت اعمل ريندر على 3 دي ماكس هروح لريندر 3 دي ماكس، بس انا هعمل الموديل كله على الريفت واحوله هناك واعمل ريندر بس. البرنامج مش برنامج، هو آلية وخاصية. تمام، مظبوط. ازاي نحقق الاستخدام باستخدام البيم؟ خلينا نتكلم فيها المحاضرة الجاية إن شاء الله، لأنها موضوع طويل وشيق. تمام؟ شكرا لكم جزيلا، وإن شاء الله عندنا محاضرة يوم الأربعاء بإذن الله على ما أتذكر، وإن شاء الله يعني إيه ندخل بقى في تفاصيل أكتر بإذن الله. جزاكم الله كل خير. إن شاء الله. شكرا مستر عمر. شكرا حضرتك. الحمد لله الحصة كانت تمام، كانت مليحة. الله. شكرا. Merci pour les étudiants. On se voit tout à l'heure sur SketchUp, ok?